يعتمد على المنصات الرقمية لتفسير آيات القرآن بشكل مختلف ولدحض فتاوى ومسلمات دينية، وغايته في ذلك كما يقول نشر ثقافة الحياة والسعادة وتجديد الخطاب الإسلامي وتحريره من الجمود على حد تعبيره، فيما يتهمه خصومه بالضال وبمزيف الحقائق. ضيفنا اليوم في السؤال الصعب الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور علي منصور كيالي. بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج السؤال الصعب. نستضيف في هذه الحلقة الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور علي منصور كيالي. أهلا بكم وأهلا به. أهلا بك دكتور كيالي. نبدأ برنامج السؤال الصعب بفقرة حق الرد. مباشرة أسألك عن منتقديك. هناك من المنتقدين دكتور كيالي من علماء الدين والدعاة يصنفون حضرتك ضمن خانة الضالين وصاحب البدع، ويصفونك بمزيف الحقائق ومخترع النظريات. كيف ترد على هذه الأقاويل والاتهامات دكتور كيالي؟ يا سيدتي، مشكلتهم مع الله وليست معي. حينما أقول لهم قال تعالى بيطلع شخص سلفي تكفيري، يعني عايش بالقرون الوسطى، بيقول لي أنت ضال. فحينما أقول له قال تعالى بيقول لي أنت ضال. فالمشكلة هي في قوله تعالى، يعني تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فالذي يقول لهم قال تعالى وليس قال علي كيالي، بطلع شخص بيقول لي أنت ضال ومضل. يا أخي أنا بقول لك قال تعالى، ما بقول لك قال علي. بعطيه الآية بيعطيني كلام ضد الآية تماما. المشكلة هي على عجالة أنه في آية في القرآن الكريم يريدها الله سبحانه وتعالى لكن مانعين تنفيذها من 1400 عام. الآية بصورة التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولكن يا دكتور يرجعني هو 400 سنة. طيب هم يستندون يا دكتور الكيالي في انتقاداتهم لحضرتك إلى وجود معايير فقهية لتفسير القرآن. يعني وبأنك لا تتبع في ذلك أي منهج من علوم الشريعة، ويقولون بأنك صراحة تفسر النصوص بحسب هواك. ما هو المنهج الذي يتبعه الدكتور الكيالي؟ المنهج هو أنني الوحيد أرفض ما يسمى الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. هذا من أصل عقيدتهم، وأتحداهم جميعا أي أحد يعمل فيديو ولو 5 دقائق ينكر فيه وجود آيات منسوخة في كتاب الله. يا سيدتي، معقول 262 آية تدعو للتسامح، لتقبل الآخر، لمحبة الآخر، 262 آية تلغيها آية واحدة فقط تقول اقتلوا المشركين؟ يعني أعطانا 262 آية وهذا تحدي لهم، كلها تدعو للتسامح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تقبل الآخر، حب الآخر. كلهم يقولوا أن 262 آية نسخت ولغيت، يعني حوالي 3 أجزاء من القرآن الكريم. طيب لماذا 262 آية دكتور كيالي نسختها لماذا ثقافة الكراهية هذه سائدة على ثقافة المحبة والتسامح؟ من خلال ما تقول آيات كثيرة تدعو للمحبة والإنسانية والتسامح، آية واحدة يتبعها كل
الأنظمة المتطرفة الآن. طيب يعني هنا الكارثة يا سيدتي. مادة الناسخ والمنسوخ تدرس مع كل الأسف في كل كليات الشريعة في العالم الإسلامي. سأقول لك على عجالة ما هو الناسخ والمنسوخ. تصوري سيادتك، آية بقي نصها وألغي حكمها، يعني الله بيعطيني نص ما له حكم، عكسه آية نسخ نصها وبقي حكمها، آية تنسخ آية. والكارثة الكبرى وأتحداهم حديث نبوي يلغي آية قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول على رسول الكريم، أعطيني إذا مثال الله ينزل آية. دكتور كيالي حتى نوضح مثال للمشاهد. أعطيني مثال سيدتي. مثال حاضر 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 يا سيدتي. في سورة البقرة سيدتي هيوجد صفحتين، صفحة يسار وصفحة يمين. على الصفحة اليسار كتب عليكم الصيام، معروفة برمضان نقيم الدنيا ولا نقعدها، كتب عليكم الصيام. يا أخي في الآية اللي قبلها كتب عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. قالوا هذه الآية نسخت بحديث رواه أبو داود لا وصية لوارث. وكل المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي تعمل بحديث لا وصية لوارث. طيب يعني ماذا سوف أفعل أنا بهذه الآية الإلهية؟ آية في سورة البقرة والفيديوهات موجودة وكل السلفيين يعني عندهم، ما راح أذكر لك أسماء، يقولون إذا تعارض الحديث مع القرآن الكريم فالأولوية للحديث. نعم. هذا خلاف معنا دكتور كيالي في هذه الطريقة وبطريقة تفسيرك لبعض النصوص، ألا تلغي بذلك كل التفسيرات التي ظهرت على مدى القرون الماضية والتي يعني تشكل جزء كبير أبداً سيدتي. أبداً. من وجدان ومن عقلية ومن عقيدة الكثيرين؟ أبداً يا سيدتي. لماذا؟ حتى هذه اللحظة اللي عم بتحدث فيها مع سيادتك في أكثر من 600 آية في القرآن ولا أحد من المفسرين وقف عندها ولا حدا رآها. مثال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. من من العلماء والمفسرين حتى هذه اللحظة وقف عند هذه الآية؟ أقول يا أخي في عندك 6000 آية علمية، أنت دارس شريعة، ما شغلتك؟ أنا مختص فيزياء. ما هو الدرس العلمي من وكذا هذه الآية؟ يا أخي طب دكتور كيالي، ما هو الدرس العلمي من هذه الآية التي ذكرتها وتقول بأن المفسرين لم يلتفتوا إليها؟ أمور مذهلة سيدتي. مثال، هذا مثال سيدتي، وجوجل أمام الناس جميعا، عندهم جوجل حاليا. أي أحد من السادة المشاهدين يكتب حاليا على جوجل فيزياء الليل ما بيطلع له غير علي كيالي من بين كل علماء الفيزياء يتحدثوا عن فيزياء الليل. طيب يا أخي أنا عندي صورة اسمها صورة الليل. لحد الآن الفيزياء، علماء الفيزياء ما قادرين يجدوا لي فيزياء الليل. كل الفيزياء هي فيزياء الضوء. طيب أين الليل؟ يعني أقول لهم يا أخي أنت يعني ما أنا قادر تستوعب هذه الآية. مثال سيدتي على سبيل المثال، الله قال سبحانه وتعالى عن الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. لا يرون فيها شمسا، من علاقة مع الزمهرير؟ طيب مع ذلك الله قال عن الجنة ويدخلهم ظلا ظليلا. طيب يفهمني كيف في ظل بدون شمس؟ أنت تقول بأن تلاوة القرآن تزيد من الأمية والجهل، ألا ترى في ذلك استفزاز؟ نعم. لا، المطلوب القراءة يا سيدتي. القرآن يفهم على 3 أمور: هنالك القراءة والتلاوة والترتيل. هن عندهم كل الكلمات زي بعض. أنا الوحيد قلت لهم إنه الزوجة غير المرأة غير الصاحبة غير الأهل. موسى قال لأهله امكثوا، ما قال لزوجته. أنا بقول له لا يوجد مترادفات يا أخي، أنا بشرح لك. بقول له السنة غير العام غير الحول غير الحجة. هو ما بده يفهم إلا السنة هي العام. دكتور علي منصور فضلي. اسمح لي، أنا نتمنى نبقى معك في هذا الجزء لكن للبرنامج جزء فضلي. آن فضلي. آخران فضلي. أود أن ننتقل إلى الجزء الثاني من برنامج السؤال الصعب لكن بعد فاصل قصير.
أهلا بكم من جديد إلى برنامج السؤال الصعب. نرحب مرة أخرى بضيفنا لهذا الأسبوع الباحث في الفكر الإسلامي دكتور علي منصور كيالي. أهلا بك مرة أخرى دكتور الكيالي. من أكثر الآراء المنسوبة إليك يا أهلا، يعني هناك رأي منسوب إليك مثير للجدل، تأكيدك بأنك يعني في النهاية تقول لا وجود لعذاب القبر أو لحساب القبر. نتابع ما قلته بالضبط؟ نعم. ونريد للمشاهد أن يتابع معنا ما قلته، ثم أعود إليك بالسؤال. هذا كلام إله وليس رأي. يخالفون كل هذا الكلام، يوجد عذاب وفلان وفلان وفلان، الله بعته وقلوش كيف تعذبت وكيف وكيف وكيف، حكاية إلى أول ما لآخر، كلها تكذب هذا الكلام. دكتور كيالي، أنت تدحض بذلك فتاوى من مؤسسات دينية رسمية مثل دار الإفتاء المصرية، أقرت بوجود ذلك، بوجود ما تقول عذاب القبر، وهي تمثل جزء كبير من معتقدات المسلمين. طيب، ما مستندك في ما تقول؟ يا سيدتي، مستندي قول الله تعالى، والله العظيم هذه الآيات التي سوف أذكرها لك بيفهمها طالب صف سادس، يعني لا تحتاج إلى عباقرة بالتفسير. تفضل. اسمعي سيادتك، سورة الروم الآية 55، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهؤلاء المجرمين يفترض يكون عم تعذبوا آلاف السنين. طيب، يعني ماذا أفعل بهذه الآية؟ هل أكذب الله؟ الله يقول يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ممن نعد نحن البشر؟ كأنهم يوم يرون ما يوعدون. دكتور كيالي، ساعة ممن نعد نحن البشر؟ ساعة، نعم، الموت هو ساعة واحدة، والدليل على ذلك يا سيدتي، لو هنالك عذاب قبر المستفيد الوحيد هو إبليس. نعم. طيب لماذا يكذبون الآية الأخيرة بصورة مريم؟ الآية الأخيرة بصورة مريم، الآية الأخيرة يعني أطلب من الجميع قراءتها. الله سبحانه وتعالى يقول إلى رسوله الكريم بالذات: كم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ يروجون حديث، وأتحدى أي حدا ينكر الحديث. طيب، قال هو فعلا كان دكتور، رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور سائرا عند المغرب. أعذرني يا دكتور حتى لا نطيل في هذه النقطة. هو فعلا كما يقول كثير من المفسرين التنويريين أنه عذاب القبر غير مذكور في القرآن. من ابتدع ذلك؟ من ابتدع هذه الآراء الفقهية التي ربما لا تعبر عن رحمة الخالق؟ بدك صراحة؟ أيوة، الصراحة يوجد أسطورة سامرية كتبت في بابل تقول: حينما غضبت عشتار على عشيقها تموز أنزلته إلى العالم السفلي حيث الأفاعي والعقارب والمصير المظلم، وكل الموتى سيمرون على هذا الطريق المظلم. أحد السلفيين القدماء أدخله إلى الفكر الإسلامي فصار هذا القضية، وما عاد يهمني الله ماذا قال. يعني عشتار هي السبب، إن إلينا إيابهم. ثم في الأخير عشتار اللي غضبت، أسطورة عشتار. طيب، من الآراء الأخرى أيضا يا دكتور كيالي، أسطورة عشتار تحولت إلى دين. طيب، من الآراء الأخرى التي أثارت الجدل استعانتك بأينشتاين العالم الكبير الفيزيائي وقوانين الفيزياء في تفسير آيات القرآن. وتأكيدك من نظرية التطور لداروين أيضا. نتابع بالضبط ما قلته في هذا المقطع، ثم أعود مرة أخرى لطرح السؤال على حضرتك دكتور كيالي. نتابع. نظرية داروين كلها صحيحة ما عدا جانب صغير منها غير صحيح، فجاءوا رفضوا كل الأمور يعني جملة وتفصيلا. أولا، نظرية التطور والنشوء والارتقاء يا أخي واردة بصورة النور. دكتور كيالي، لا يزال هناك يعني في النهاية اختلاف بين العلماء حول نظرية النسبية ونظرية التطور عند داروين، هل أخطأت ربما في تأويلك؟ لا أبدا، سمعتي النظرية النسبية لألبرت أينشتاين، داروين بحث آخر.
نعم. النظرية النسبية مقرها القرآن بشكل كامل. لكن نتحدث عن داروين. الله سبحانه وتعالى أقر بنظرية النشوء والارتقاء لكل المخلوقات ما عدا الإنسان. يا أخي داروين أخطأ، أدخل الإنسان باللعبة وقال أصله قرد. يا أخي ناقشه وحاوره، فوراً بكفر أنا الآخر، يعني جاهز أنا فوراً للتكفير الآخر، برتاح فوراً. داروين كافر، داروين كافر. يا أخي يعني حتى الجدال مع الكافرين يجب أن يكون بالتي هي أحسن حتى بالعقيدة. لكن الجدال يعني النقاش علمي. الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم منذ آدم حتى الآن، فلا داعي أنه يتطور. لكن الله قال والله خلق كل دابة من ماء، يعني الدجاجة خلقت من الماء. يعني فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربعة. فالحياة كانت مائية، أصبحت برمائية، أصبحت برية، صورة النور. هو بده يرفض كل شيء فقط لأنه يعني ما عنده لحية وما بين هلالين عالم إسلامي قال هالنظرية، فورا بكفره. يا أخي ناقشه، افرضه أخطأ، يا أخي افرضه كفر. يعني الله يأمر رسوله الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ما قال له اذبحه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالمطلوب الحوار مع الآخر. طيب. هو فورا رافض الآخر، تكفير الآخر، رفض الآخر. سنأتي إلى هذه النقطة في آخر فقرة من البرنامج فيما يتعلق بالخطاب الديني. دكتور الكيالي، من الآراء أيضا التي ربما أثارت الجدل وانتقدوك بسببها حتى الأطباء والباحثون، أنت يبدو بأنك اقترحت لإحدى السيدات وصفة لعلاج السرطان بدون أن مثلا أن تتوجه لمعالجة كيميائية. نتابع ما قلته لهذه السيدة أو لهذا النوع من الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض. فقلت لها أبدا أبدا لا تقربي العلاج الكيميائي، اتبعي هذه النصائح. فبعد شهرين أو عدة أشهر أرسلت لي أنها شفيت تماما وبكل بساطة. دكتور كيالي، أنت رجل علم، يعني نعم. العلم نعم. يقول إذا كان هناك مرض سيدتي. هناك سيدتي. مرض لابد أن يعالج نعم. بدواء ما، بإجراء طبي ما، ألا تشجع ذلك المرضى على الاستسلام وربما اتباع طرق خاطئة؟ كل الأطباء على الإطلاق يقولون أن دواء السرطان هو نقص أكسجين، لذلك التدخين يسبب السرطان وليس هو سبب السرطان. ننتقل بك دكتور إلى الفقرة الأخيرة في برنامج السؤال الصعب، فقرة العد العكسي مع حضرتك. أهلا بكم إلى السؤال الصعب. نرحب بضيفنا دكتور علي منصور الكيالي في فقرة العد العكسي. دكتور، سيكون لديك دقيقة واحدة للإجابة عن كل سؤال، أرجو الاختصار قدر الإمكان. بما أنك تحدثت طيلة هذه الحلقة دكتور كيالي عن الخلط بين المعتقدات وبين الدين وبين المرويات وبين ما هو قرآني، برأيك بماذا ينبغي أن نبدأ من أجل تجديد الخطاب الديني وجعله أكثر انسجاما مع العصر؟ الجواب واضح، الآية بصورة التوبة. الله يريد مجموعة بكل زمان ومكان تشرع لزمانها ومكانها. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني في حاليا بأوروبا، بالشرق الأوسط، بأفريقيا، مجموعة فيها طبيب وفيها قانوني وفيها شرعي وفيها لغة عربية يجتمعوا. إذا مرينا على آية فيها طب نعطيها للطبيب، مرينا على آية فيها قانون نعطيها، فهذه المجموعة تشرع لمجتمعها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هؤلاء هم الفقهاء، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بدون تنفيذ هذه الآية لن تقوم لنا قائمة. الكائنات الفضائية خيال علمي أم فرضية ممكنة؟ نعم،
لا خيال علمي من خلال النص القرآني. الله سبحانه وتعالى قال يوجد يوم اسمه اليوم الآخر، كل المخلوقات يجب أن تكون حاضرة، حتى الملائكة الكرام الذين ليس لهم علاقة بالحساب، وجاء ربك والملك صفا صفا لا يتكلمون. فحينما الله سبحانه وتعالى قال الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذا يدل على أنه ما فيها مخلوقات، ولا يفترض ما يطويها في يمينه، يجب أن تحضر كلها من أجل الحساب. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هذا الدليل على أن الله حينما يطوي السماء كطي سجل للكتب، معنى ذلك ما فيها مخلوقات في اليوم الآخر للحساب. على الرغم من أنه بعض العلماء في الغرب يروجون لهذه النظرية ويقولون لسنا وحدنا في هذا الكون، أنا لا أعني هنا الأرض وحدها بل كواكب أخرى على حسب ما يقولون. نعم واضح واضح. طيب دكتور كيالي، يعني أنت أثرت الجدل أيضا فيما يتعلق بتعدد الزوجات. تنكر مثلا تعدد الزوجات، وهذا أمر راح يزعل كثير من الرجال، رغم بأنه يعني هذا الأمر موجود في القرآن. كيف تنكر هذا التعدد؟ لا أنكر، أنا بقول أرجعوا إلى الآية 3 من سورة النساء افهموها، يعني زي ما بيقول أخوتنا المصريين افهموها بقى. الله سبحانه وتعالى قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إن شرطية جازمة، الفاء جواب شرط لازم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب أين الأولى؟ يعني لو كانوا أربعة كان قال لي واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن الأولى الله ما دخله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا ليس بين النساء، لأن الآية 129 حسمت هذا الموضوع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني بين أولادي وأولاد اللي الأرملة اللي جايبتن من الأيتام التانين. إذا تعدد الزوجات شرط أساسي أن تكون أرملة وعندها أولاد وأحقق إقساط في اليتامى. لكن الضربة الصاعقة الله قال فانكحوا، لم يقل فتزوجوا. طيب طيب. النكاح يعني عدم لمس الأنثى. نعم. قال نعم. تعالى في سورة الأحزاب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. طيب دكتور أرجوك فقط الالتزام ب. فتزوجوا من؟ دكتور أرجوك التزم فقط على قدر الإمكان بالاختصار. الفيزياء دكتور والكيمياء والرياضيات درست كل هذه العلوم، أين هي من حياتك المهنية؟ نعم أنا 16 سنة مدرس المرحلة الثانوية الثالثة الثانوي رياضيات وفيزياء، وأكثر من حوالي 200 إلى 250 طبيب ومهندس ومهندسة تخرجوا من عندي بالرياضيات والفيزياء. كنت أدرس الرياضيات والفيزياء بحلب لفترة 16 سنة، وإذا بدك بذكر لك أسماء الأطباء لا بدون بدون الطبيبات اللي تخرجوا من عندي بالرياضيات والفيزياء. بدون بدون نعم. وتوقفت عن ذلك وتقريبا صار لك يعني 30 سنة الآن أنت تفسر يعني القرآن بطرق علمية أو فيزيائية خلينا نقول، صح؟ عفوا نعم إذا كان سمحتي إذا سمحتي لست متطفلا، نحن أسرة دينية أبا عن جد، يعني جدي الشيخ بها والدي الشيخ محمد، يعني أنا ماني متطفل على الدين. طيب. نحن يعني مشايخ أبا عن جد، يعني قبل ما أدخل مدرسة كنت حافظ نصف القرآن وأجيد قراءته قبل الصف الأول. ما هي يعني النظرية دكتور؟ ما هي النظرية الأكثر ترجيحا، النظرية العلمية الأكثر ترجيحا لنهاية العالم؟ أولا كلهم قالوا أنه سوف نعود إلى السيف والترس والجمل. الله سبحانه وتعالى أوضح الموضوع بصورة يونس أن القيامة سوف تقوم بشكل فجائي وبأجزاء من الثانية، لكن على حضارة مذهلة. قال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حاليا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالنظرية العلمية أن الساعة أحداث الساعة كلها أجزاء من الثانية، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لكن أنا ضد الخطاب السلفي أنه سوف نعود للسيف والترس والجمل. الله يقول أنه سوف تقوم القيامة على حضارة هائلة
فتحنا عليهم أبواب كل شيء. شكرا جزيلا لك الباحث الفكر الإسلامي دكتور علي منصور كيالي. شكرا لمتابعينا على طبعا متابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصات سكاي نيوز عربية الرقمية في السؤال الصعب.